بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه تأملات في سوره الجن، سوره الجن ايها الاحبه من السور المكيه العظيمه التي فيها الكثير من الفوائد والحكم والعبر وتخبرنا ما يدور من حولنا. قبل ان نبدا بموضوع هذه الحلقه ايها الاحبه أود أن أقول لكم إن ما يسمى بالعلم الحديث أو العلم التجريبي قام أصلا على إنكار الله عز وجل فلا تجد كلمة الله في أي بحث علمي اذهبوا إلى المجلات العلمية الشهيرة مثل مجلة الطبيعة مجلة العلوم اسم الله ممنوع أن يذكر غير موجود أصلا الملائكة غير موجوده انكار كامل هل رايتم بحثا علميا يعترف او او يقول باحتمال وجود الملائكه لا يوجد الروح انكار الروح مع العلم ان ابسط الاشياء التي يجب ان يعتقد فيها الانسان هي الروح والا كيف يعني انا امامكم كيف اتحرك وكيف اتكلم وكيف يسير هذا الجسد مليارات الخلايا موجودة تعمل كلها بنظام بديع أيها الأحبة تصوروا الدماغ فيه مئة مليار خلية يعني مئة ألف مليون خلية كلها تعمل مثل كل خلية مثل جهاز كمبيوتر يعني دماغك أيها الإنسان فيه مئة ألف مليون جهاز كمبيوتر في هذا الحيز الضيق وتعمل كلها بكفاءة عالية وبنفس الوقت وتعمل كلها بتوازن طيب يقولون هذا يحدث بالمصادفة رأيتم العلم الحديث يريد أن يعني يوصل رسالة معينة أن كل شيء في الكون بالمصادفة ولا يوجد إله ولا يوجد أي خالق للكون سبحانه وتعالى فلذلك هنا القران يعرفنا بالحقيقه يعطينا الحقائق العلميه الصحيحه لانك من العبث ان تتحدث عن شيء دون ان تعترف بصانعه يعني يعني انا البس هذا اللباس ثم اقول هذا وجدته بالصدفه ليس له صانع هذا الكلام عبث ايها الاحبه اذا إنكار وجود الله إنكار الروح إنكار الرسل يعتبرونها خرافات طيب إنكار الملائكة بالإضافة لشيء مهم إنكار عالم الجن وهو عالم واسع وموجود ويتحدث ويتكاثر كما أنبأنا القرآن وعالم وهو أقدم من الإنسان والجنة خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان من ماذا؟ من نار السموم إذا الجن خلق من نار فهو يتفوق بإمكانياته على الإنسان حتى أن إبليس عندما أمره الله بالسجود قال أنا خير منه لا يسجد لآدم لأنه خير منه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان يعني خلق ابليس من النار جعله متكبرا مغرورا بنفسه يتحدى الاله سبحانه وتعالى و ويرفض تنفيذ الامر الالهي لذلك استحق ان يعذب بالنار التي خلق منها فسوره الجن ايها الاحبه توضح لنا الحقائق ونحن كمؤمنين يجب ان نعتقد ان عالم الجن موجود. انظروا معي هذه السوره كل ايه والله ايها الاحبه تشهد على نبوه محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا بعض المستهزئين قالوا ان النبي هو من الف هذه السوره. طيب انسان يؤلف صوره ويقول انا تواصلت مع الجن تخيلوا فقط اريد ان ارسم امامكم صوره تخيليه لشخص لنفرض شخص كاذب يريد ان يخبرك ويقول لك انا اتواصل مع عالم الجن اليوم هناك الكثير من الكذابين والكثير من الدجل والشعوذه وتجده يجلس ويقول لك انا كلمته وأحضر لي كذا وأخبرني بالغيب وعملت كذا هذا هو الذي يريد أن يحدثك عن تواصله مع, مع عالم الجن والقصص كثيرة يعني الآن اذهب إلى أي شخص يدعي أنه على تواصل مع عالم الجن سيقول لك أنا أراهم وأتحدث إليهم وأقول لهم اسحروا فلان أو أخبروني عن مكان كنز أو مال أو كذا أو كذا أو كذا هكذا ويفتخر بذلك، طبعا نبينا عليه الصلاة والسلام كل هذا الكلام غير موجود عنده لأنه ليس هو المتحدث هو ناقل للرسالة الإلهية. لذلك دققوا معي أيها الأحبة لكي يعني الله عز وجل يعطيك فكره ان هذا النبي هو رسول هو ينقل الرساله لا يخترع شيئا من تلقاء نفسه بدأت السوره بكلمه قل يعني قل يا محمد قل معناتها الكلام لله اذا النبي ليس له علاقه بما حدث وما يحدث بين الجن ثم بعد قل كلمه اوحي قل أوحي إلي. <applause> إذا النبي يريد أن يقول لنا إنه لم يتواصل مع عالم الجن ولم ينظر إليهم ولم يتحدث معهم مباشرة بل كان بل كان خبرا عن طريق الوحي يعني لولا أن جبريل عليه السلام أخبره بذلك هو لا يعلم صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوصل لنا رسالة أن النبي لا يعلم الغيب طيب بالله عليكم رجل يريد ان يكذب ويؤلف ويبهر ما حوله مع العلم ان النبي بعث في عصر في عصر الجاهليه يعني من الناس من, من السهل في ذلك الوقت ان تضحك على عقول الناس، من السهل جدا ان تقول لهم انا لدي جن ولدي كذا ويهددهم ويخوفهم ولكن هذا لم يحدث قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا هناك نفر قد يكون سبعه قد يكون عشره قد يكون الف لا ندري نفر والقران هنا دائما لا ياخذنا للتفاصيل غير المهمه هو يريد ان يركز انتباهك ان عالم الجن موجود أن النبي لا يعلم الغيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أي واحد اليوم يقول لك أنا أعلم الغيب لا تصدقه. يقول لك أنا أتكلم مع الجن فلان، جن يهودي، جن هندي، جن كذا وأتواصل لا تصدقه. لو كان هذا الأمر بإمكان البشر يعني أن أن يعلموا الغيب لكان نبينا عليه الصلاة والسلام هو أحق الناس بهذا الأمر. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ماذا قالوا هؤلاء الجن جاءوا طبعا في التفاسير اسم القبيلة وكذا تفاصيل القرآن لم يذكرها لأنها غير مهمة أنا لا يهمني كم عددهم وأطوالهم وأعمارهم وأسماؤهم وقبيلتهم هذا لا يهمني أنا الذي يهمني أن عالم الجن موجود وعالم الجن يستمع لنا يعني أنا الآن أتحدث معكم هناك من الجن من يستمع لي ولك أيضا لأن القرآن يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا عبارة قرآنا عجبا لم يقولوا عجيبا يعني هذا من أوجه البلاغة العالية جدا أن تستخدم هذا هذه التركيبة قرآنا عجبا كأن العجب كله موجود في هذا القرآن فإذا لديهم عقول ولديهم تأمل ولديهم تفكر ليسوا كائنات غبية ما داموا فهموا القرآن وعلموا أنه قرآنا عجبا إذا هؤلاء الجن أعقل من المشركين والكفار الذين كذبوا النبي ولم يستوعبوا القرآن ولم يفهموا القرآن وأعقل من اليهود الذين قالوا قلوبنا غلف رأيتم أيها الأحبة إذا الجن عالم ذكي ولديه عقل ولديه محاكمات عقلية وتفكير ويفهم اللغة العربية ويفهم البلاغة أيضا لذلك قال قرانا عجبا اليوم اليوم ايها الاحبه تجد بعض المشككين على الانترنت يقولون لك القران ركيك لغويا القران ليس فيه بلاغه القران فيه اخطاء لغويه طيب بالله عليكم انا يعني لنعتبر انني لا افهم شيئا باللغه العربيه ولكن لدي عقل استخدمه اه أئمة كبار أئمة اللغة والبلاغة عبر التاريخ الإسلامي عبر 1400 سنة مثل الإمام الكسائي إمام أهل الكوفة في اللغة يعني لم يكتشف هذه الأخطاء وهو كان أحد القراء السبعة للقرآن والأصمعي وسيباوي وهؤلاء العمالقة طيب كل هؤلاء <applause> لم يكتشفوا أخطاء القرآن هذه أبو الطيب المتنبي وهؤلاء الشعراء الذين أبهروا العالم ببلاغتهم ولا واحد منهم انتبه أن القرآن ركيك مثلا <applause> يأتي شخص بعد 1400 سنة يقول أن القرآن فيه أخطاء لغوية لذلك يعني وللأسف تجد أن كثير من الناس يتبع هؤلاء ويصدقونهم دون أن يستخدموا عقولهم لذلك أنت أخي الحبيب إذا أردت أن تقتنع بكلام الملحدين أول شيء يجب أن تلغي عقلك تلغي عقلك ستكون مسرورا معهم <applause> أما إذا شغلت عقلك لن تقتنع يعني عندما يقولون لك إن الكون كله هو يعمل بالمصادفة <applause> والإنسان دماغ الإنسان والكائنات وهذا الإبداع كله بالمصادفة طيب أين العقل مهم أيها الأحبة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد أدركوا من خلال استماعهم لآيات القرآن أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد طيب اليوم نحن من خلال أبحاث ودراسات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وجدنا شيء عجيب أن كل أوامر القرآن تهديك للخير وللسلامة والسعادة والصحة الجيدة والطمأنينة وكل النواهي التي نهى عنها القرآن أي الأشياء التي أمرك أن تبتعد عنها مثل الخمر والزنا وكذا كلها لابد أن تسبب الشر والامراض والاكتئاب والامراض النفسيه والامراض المنقوله جنسيا الى اخره اذا هذا القران يهدي الى الرشد الى الحياه الرشيده الهادئه المطمئنه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا اذا هؤلاء الجن كانوا اعقل بكثير من البشر <applause> اذا عالم الجن فيه آه نفر او فيه يعني جن مؤمن وايمانه قد يتفوق على ايمان البشر لأنهم من المرة الأولى سمعوا اقتنعوا و يعني آمنوا بالله سبحانه وتعالى فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هنا أنا أود أن أقول يعني لمحة بسيطة في تدبر هذه الآية قل أوحي إلي أنه استمع استمع لم يقل سمع استمع نفر من الجن فقالوا إن استمعنا لا قالوا إن سمعنا طيب هنا تغير الفعل من استمع إلى سمع طيب هذا يدعوني للتفكير لماذا يعني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا يعني مرة استمع ومرة سمع لماذا في المرة الأولى استمع في المرة الثانية سمع سأقول لكم أيها الأحبة الآن لو كان هناك شخص يتحدث باللغة الصينية مثلاً وهو يتكلم كلنا نستمع له صح؟ إذا قضية الاستماع هنا لا تعني الفهم أنت قد تستمع ولكن لا تفهم شيئاً العلماء استمعوا إلى ذبذبات تصدر من النمل ذبذبات صوتية تم قياسها بأجهزة قياس دقيقة، مكبرات دقيقة جدا، واستخدموا يعني أجهزة لقياس هذه أو لتسجيل هذه الذبذبات الصوتية، ترددات صوتية دقيقة، ولكن هم استمعوا ولكن لم يفهموا إذا لم يسمعوا، لاحظتم أيها الأحبة؟ لذلك في القرآن يقول لك وقالوا سمعنا وأطعنا إذاً سمعنا يعني بعد ان استمعنا فهمنا كلام الله ووعينا هذا الكلام واقتنعنا به لذلك اطعنا سمعنا واطعنا بينما اليهود قالوا سمعنا وعصينا اي انهم فهموا الكلام بالفعل وعصوا هذا اصرار منهم اصرار على انه فهم الامر وعلى الرغم من ذلك عصى، وهذا جريمة أكبر بكثير ممن استمع ولم يفهم. يعني أنت قد تستمع لشخص مجرم يتحدث باللغة الصينية مثلاً، يتحدث عن جريمة ولكن أنت لا لم تفهم شيئاً. فليس لا يوجد عندك رد فعل تجاه هذا الاستماع. أما عندما تقول سمعت فلاناً معنى ذلك أنك فهمت. لذلك لو.. درسنا القرآن نجد أن القرآن كله بهذا الشكل، فمثلا في آية عظيمة وإذا قرئ القرآن لم يقل فاسمعوا له لأنه لو قال فاسمعوا إذا الجميع سيفهم وسيستوعب ويطيع، لا قال فاستمعوا استمعوا فاستمعوا له وأنصتوا، الإنصات مرحلة أعلى من الاستماع، الاستماع أنك أنت دخلت هذه الترددات الصوتية إلى أذنك مثل أنا الآن أسمع إلى تغريد هذه العصافير ولكن لا أفهم شيئا ماذا تقول لا أفهم إذا أنا أستمع لا يجوز أن أقول سمعت تمام أيها الأحبة فالإعجاز هنا في هذه الآية ان الجن في البدايه قالوا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن استمع كلمه استمع اي ان هذا النفر لا زال ياخذ المعلومات والترددات الصوتيه ويعالجها هو لم يقتنع بعد تماما مثل واذا قرئ القران فاستمعوا له ليس كل الناس كل من يستمع للقرآن يؤمن به يعني هناك ملحد يستمع للقرآن بالفعل هو لا يستمع وينصت ويتأمل ولكن لا يقتنع ولا يفهم إذا هذا لم يسمع تمام أيها الأحبة فإذا استمع نفر من الجن يعني بدأوا يستمعون فعندما اقتنعوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فهنا الفرق بين سمع واستمع. سمع اي انه استمع اولا يعني الاستماع هو مرحله من مراحل السمع. انه سمع، انصت، فكر، وحلل، فهم هذا الكلام قد يقتنع او لا يقتنع، ليس ليس هناك مشكله. يعني هناك ملحد مكابر يقول لك لا يوجد اله وهو في داخله يعتقد بوجود الاله. هذا يعتبر سمع. يعتبر سمع ولكنه لم يؤمن. ابليس سمع كلام الله. سمع بمعنى فهم الامر الالهي ولكنه رفضه تماما مثل سمعنا وعصينا. اذا هذه دقه عجيبه على مستوى الحرف في القران الكريم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أيها الأحبة سأقف عند هذا الحد أستكمل معكم إن شاء الله روائع سورة الجن في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته